اهلا بيكم في حلقه جديده من اوبريشنال امبليفايرز، مكبر العمليات او المضخمات عمليا. والنهارده هناخد ال 3 ستيج انتجريتور. شرحنا طبعا سابقا الانتجريتور او الايديال انتجريتور والبراكتيكال انتجريتور. النهارده هناخد حاجه جديده اسمها 3 ستيج انتجريتور، وده بيعمل دمج بين اكتر من دايره. هنا عندي دايره لوب ام زي ما انت شايف اهو، الموجة دايما هيتوصل بالارضي من ناحيه الاوتبوت، راجع بفيدباك عن طريق مكثف للسالب اللي هو انفيرتنج انبوت. الانفيرتنج انبوت متوصل عن طريق سويتش لمقاومه فولتج سورس عندي اللي هو الانبوت هنا، ونيجي تاني برضو من الاوتبوت رايح للمقاومه ار اي سي، مقاومه ثانيه ار اي سي رايح لانبوت اسمه سالب في اي سي، بيعمل انيشاليزيشن للفولتج بتاع الكاباستور. ده بيعمل شحن ابتدائي للمكثف زي ما هنشوف بعد شويه. خلاص المقاومتين طبعا متساويين، بيربط البرانش ده المقاومه دي مع المكثف عن طريق سويتش اس 2. طبعا الدايره اللي قدامك دي مهمه قوي، الدايره اساسها عباره عن انتجريتور، في مكثف فوق، يبقى الاساس بتاع الدايره هو ايه؟ كانتجريتور. فبالتالي كلمه تكامل او انتجريتور ان انا بجيب المساحه تحت المنحنى، بجيب الاريا اندر ذا كيرف، وده معروف رياضيا ان التكامل بيساوي مساحه تحت المنحنى. وبالتالي فالدايره دي مهمه جدا في حساب الكاردياك اوتبوت. خلي بالك كلمه كاردياك معناها قلب هنا او خارج القلب، طبعا ده مهم بعد كده. تعال نحلل الدايره عندنا هنا. الدايره عندنا فيها سويتشين، فهيبقى عندي ثلاث حالات. الحاله الاولى ان هخلي اس 1 اوبن واس 2 كلوزد، يعني هروح اقفل اس 2 مباشره. بيقول لك ان الدايره اللي قدامك بتشتغل كانفرتنج امبليفاير، وبالتالي الفي اوتبوت بيساوي في اي سي اللي هي هنا. بيقول لك ان الفي اوتبوت وقتها ينفع انها تعملها سيتنج على اي قيمه انت عايزها، لان الفي اي سي ده مين؟ اللي بيدخلها اليوزر، يبقى ديزايرد انيشال كونديشن خاص بالمكثف. ايه معنى الكلام اللي هنحلله؟ يلا كده اس 1 دي مش مضغوط عليه، يبقى الجزء ده كله مش موجود عندي في الدايره، همسحه. تمام؟ عندي النقطه دي A والنقطه دي B، ركز معايا كده. هعمل ايه دلوقتي؟ هروح اجيب الريليشن بين الاوتبوت اللي هو في اوتبوت هنا والسالب في اي سي، او اسمه في اي سي اللي هو الانبوت عندي بتاع مين؟ اللي خاص بالانيشال كونديشن. خلي بالك من النقطه دي. طبعا انا في البدايه هفرض ان التيارات اللي داخله عند الاوب ام تيرمينالز بيساوي 0 امبير، لان انا شغال ايديال. خلي بالك النقطه A دي، النقطه A اللي هنا دي اللي هي، بص خلي بالك انت قافل السويتش، يبقى النقطه A اللي هنا هي نفس النقطه دي، هي نفس النقطه دي، لان الثلاثه كلهم هم نفس النقطه. خلاص يبقى دي النقطه A. هطبق كيرشوف كارنت لو ات نود A، يبقى عندي هفرض التيارات اللي بيمر في المقاومه الاولى هسميه اي 1، التيار ده هتجزأ لـ I2 هنا و I هنا، خلي بالك من اتجاه مين؟ الأسهم عندي، يبقى I2 و I. هتقولي طب نفترض إن أنا حطيت التيارات في اتجاهات معاكسة من اللي أنت حاططها، صح، حط زي اتجاه أي اتجاه أنت عايزه مفيش مشكلة. يلا كده، في أي حاجة تانية على الرسم؟ لأ. خلي بالك التيار جاي هنا، يبقى ده I1 الأساسي، هتجزأ الـ I2 وهتجزأ كمان الـ I، خلي بالك هينزل تحت منه جزء رايح لهنا، وطبعا الجزء ده بزيرو. يبقى أنا عايز جهد المكثف قدامك، اتجاه التيار كده، جهد المكثف ده بيساوي إيه؟ الفرق بين النقطتين او فرق الجهد بين النقطتين، فرق الجهد بين الطرفين، يبقى الفي سي بيساوي في اي اللي هنا، دي اي، يبقى في اي ناقص في اوتبوت. طب ليه قلت كده؟ لان التيار ماشي كده، يبقى الاعلى جهديه النقطه دي ودي الاقل جهديه، يبقى في اي ناقص في اوتبوت. خلاص ما تغلطش من الحته دي. يلا كده هنطبق كيرشوف كارنت لو عندي نود اي، ادي نود اي اللي هي النقطه دي ودي ودي، هما الثلاثه دول نفس النقطه. هعمل ايه؟ التيارات الداخله بتساوي الخارجه، مين اللي داخل على النود؟ اي واحد، شايف السهم داخل. طب مين طالع من النود دي؟ النود دي اي 2 واي، يبقى اي 1 بيساوي اي سي زائد اي 2، خلي بالك اي سي اللي هو اي على الرسم، اي 1 بيساوي على الرسم. يلا فرق الجهد بين طرفي المقاومه على قيمتها اللي بتجيب عليها، يبقى اي 1 ده اللي على ار اي سي اللي هنا. تمام، فرق الجهد فين اتجاه التيار؟ يبقى كده، يبقى اعلى جهديه، او خلي بالك بالسالب اهو، سالب في اي سي ناقص اللي هنا دي اسمها في اي على قيمه المقاومه ار اي سي، ده الترم الاول. خلي بالك ناقص في اي سي ده الانبوت هنا، انا مش شغال على الجزء تحت ده، ملغي مش موجود في الدايره. يلا كده الاي سي عباره عن ايه؟ تيار المكثف بيساوي سي تفاضل جهده، خلي بالك تفاضل جهده اللي هو في سي زائد اي 2 بيساوي ايه؟ تيار اي 2، يبقى جهد النقطه دي ناقص جهد النقطه دي على قيمتها، يبقى في اي ناقص في اوتبوت على ار اي سي، لان التيار ماشي كده. خلاص يلا هنعوض عن الفي سي اللي هنا، يبقى هننزل نفس المعادله، الفي سي ده عوض عنها من فوق، يبقى في اي ناقص في اوتبوت جوه التفاضل. معروف ان طول ما هنا التيارات بزيرو عند الاوب ام تيرمينالز، يبقى جهد النقطه A بيساوي جهد النقطه B. طب جهد النقطه B بيساوي زيرو، يبقى في A بـ A بزيرو، يبقى فور ايديال اوب ام في A بيساوي في B بيساوي زيرو، ده من الرسم. هنعوض عن في A بزيرو في المعادله اللي فوق، يبقى اعمل ايه؟
هتعوض تطلع بالشكل ده. خلي بالك في اي بزيرو هيطلع هنا سالب في اوت جوه التفاضل، السالب يطلع بره يبقى تفاضل اوت فقط، وهنا برضو بزيرو يبقى سالب في اوت تنزل سالب بره، وهنا طبعا الفي اي بزيرو تطلع سالب في اي سي 4، وهكمل باقي المعادله. دي المعادله عندنا. ايه بعد كده؟ انا عايز علاقه بين الاوتبوت وفي اي سي، بين الاوتبوت وفي اي سي اعمل ايه؟ ركز معايا حضرتك كده، انا هضرب المعادله دي كلها في ار اي سي هتطلع بالشكل ده. حول المعادله دي لمعادله عاديه زي ما درسنا قبل كده في الفيرست اوردر. ادي الفي اي سي، الدي على دي تي هكتبها بدي كابيتال، يبقى الدي على دي تي هكتبها بدي اي كابيتال، في اوتبوت اهي ونفس المعادله مفيش اي اختلاف. انا عايز الفي اوتبوت من هنا، يبقى اخدها عامل مشترك بره اهي، ده كله جوه القوس، يبقى الدي تيرم بيعبر عن التفاضل اللي هو دي على دي تي. ركز، يبقى الفي اوتبوت على في اي سي بيساوي ايه؟ في اوتبوت على في اي سي بيساوي في اوتبوت على في اي سي يبقى 1 على الترم هنا، تطلع بالشكل ده. يبقى ده عباره عن فيرست اوردر. لو قلت ار اي سي في سي دي عباره عن تاو، يبقى امسك المعادله دي اعدل من شكلها، يبقى تاو دي زائد 1 والبسط في 1، ده فيرست اوردر ما فيهوش اي اختلاف، بحيث تي هو التايم كونستانت بتاع الدايره. خلي بالك المكثف ده هيبتدي يشحن، هيشحن عن طريق مين؟ عن طريق المقاومه اسمها ار اي سي، تمام حضرتك؟ فده اسمه زمن الشحن، زمن شحن المكثف. لو انا ابتديت ارسم العلاقه دي هنلقى لو انا عندي الفي اي سي بواحد، خليتها بواحد، الاوتبوت هيبتدي يطلع كده، يطلع 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 لغايه ما يستقر عند واحد. هيستقر عند واحد انت امتى؟ بعد 4 تاو، انا شغال في ريستور ده بعد 4 تاو، وبالتالي التاو اللي هنا هي هتتحكم. لو التاو عندي صغيره، لو التاو صغيره يبقى المكثف يشحن بسرعه، لو التاو كبيره المكثف يشحن ببطء، يعني تاو هتتحكم في زمن الشحن او ان الاوتبوت يوصل للانبوت بسرعه بناء على قيمتها. لكن في النهايه ان الجهد المكثف هيساوي جهد الفي اي سي امتى؟ بعد فتره زمنيه معينه، قيمتها كام؟ 4 تاو. 4 تاو، يبقى انا بقول ات ستيدي ستيت، خلي بالك انا قلت عند 4 تاو هيوصل ان الاوتبوت بيساوي الانبوت، ده عند 4 تاو او بعد ال 4 تاو، ده يطلق عليه ستيدي ستيت. خلي بالك انا شغال ويز دي سي انبوت، يبقى الفي اي سي دي تبقى دي سي. حاجه ثانيه ما ينفعش، انا شغال دي سي اهو قيمه ثابته اهي، شايفها بواحد، انا فرضها بواحد تقريبا، يبقى وقتها الدي بتساوي زيرو، يبقى عوض عن الدي بزيرو هتطلع الفي اوتبوت على في اي سي هتساوي واحد، هيطلع الفي اوتبوت بيساوي في اي سي. وفعلا ات ستيدي ستيت، ات ستيدي ستيت عندي هنا يعني الاوتبوت هيساوي الانبوت، يعني قيمه شحن المكثف هتساوي جهد السبلاي بس بالاشاره مخالفه، باشاره مخالفه. نكمل مع بعض، ما زلنا في الحاله الاولى حضرات. قلنا ان هو شغال انفرتنج امبليفاير. يا باشمهندس انت قلت لي لسه فيرست اوردر، هقول لك مش بعد فتره زمنيه معينه قيمتها 4 تاو اللي هي 4 ار اي سي في سي المكثف ده هيبقى شحن بقيمه السبلاي. لما يشحن بكامه السبلاي المكثف بيشتغل ازاي في الدواب دي سي؟ دي سي خلي بالك دي سي سيركت بيهيفير، خلاص بيهيفير بتاع مين الدي سي سيركت؟ المكثف هيبقى ايه؟ اوبن سيركت. يبقى في حاله ان المكثف بيوصل عليه دي سي سورس بعد فتره زمنيه معينه هيبقى اوبن سيركت، لانه هيكون شحن بقيمه السبلاي ده. يبقى لما ده يبقى اوبن يبقى ده الجزء ده مفصول وده اوبن، هيبقى عندي في مقاومه اهي في الفيدباك هنا وفي مقاومه مع الانبوت، يبقى ده دايره ايه؟ انفرتنج امبليفاير اهي جت من هنا. يبقى المكثف ده هيبقى اوبن، اشيله خلاص ملوش لازمه، وادي المقاومه اسمها ار اي سي فوق، وادي المقاومه تحت، والجهد اللي هنا ده سالب في اي سي اهي، الترم ده انا مسحته، والنقطه دي هي دي ايه اهي خلاص، والفي 2 متوصل بالارضيه، يبقى دي دايره ايه؟ ها؟ انفرتنج امبليفاير. يبقى عايز الفي اوتبوت، يبقى هقول كده في اوتبوت على الفي انبوت بيساوي سالب مقاومه الفيدباك على مقاومه الانبوت. يلا في اوتبوت اللي هو في اوتبوت، الفي انبوت هنا بسالب في اي سي، يبقى على سالب في اي سي، خلي بالك على الانبوت، يبقى سالب بشرط سالب في اي سي بيساوي سالب، ده في القانون، سالب ليه في القانون؟ مقاومه الفيدباك اللي هي من الاوتبوت للطرف السالب ار اي سي على مقاومه الانبوت ار اي سي، القيمه دي بواحد تطلع بسالب، يبقى سالب واحد. يبقى عندي في اوتبوت هيساوي اضرب سالب في سالب تطلع في اي سي. وفعلا لو انت لاحظت من السلايد اللي فات قلت لك ان الفي اوتبوت بيساوي في اي سي عند امتى؟ ات ستيدي ستيت. ستيدي ستيت دي معناها ايه؟ معناها ان عند زمن قيمته بيساوي 4 تاو، او بعد زمن قيمته بتساوي 4 تاو. خلاص يا حضرات؟ طيب يبقى الفي اوتبوت بيساوي في اي سي، في اوتبوت بيساوي في اي سي بيساوي ايه يعني؟ بيساوي قيمه شحن المكثف اللي هي في اي سي نفسها. ما تغلطش. يبقى انا ممكن لخصت السلايد اللي فات كله في السلايد ده، لان قلنا ان ايه؟ المكثف هيبقى شاحن ويبقى اوبن سيرك. هروح للحاله الثانيه، اس 1 كلوزد واس 2 اوبن. رجعنا للوضع الاساسي اهو، الاثنين مفتوحين، هقفل مين دلوقتي؟ اس 1. طب اس 2 ده هسيبه مفتوح. ركز معايا كده حضرات، لو انا قفلت السويتش ده يبقى عندي في انبوت اهي، وعندي مقاومه، وعندي كده في مكثف في الفيدباك والطرف الموجب للارض، يبقى وادي الفي اوتبوت ده ايه؟ انتجريتور عادي، شرحته في الفيديو بتاع الايديال انتجريتور. قلت له يا باشمهندس ده في مقاومه فوق مقاومه هنا،
طب تعال نعمل اناليسيز. اوكي يلا، انا عايز العلاقه بين الاوتبوت والفي انبوت هنا، فين الانبوت اللي هو ده؟ طب هتقول لي هجيب علاقه مع ده؟ لا مش هو الانبوت ده دلوقتي، هقول لك ليه. بيقول لك ان خلي بالك ان التيارات عند التيرمينال اوب ام بزيروز. لو انا بصيت في الرسمه فوق دي، ادي جهد داخل في مقاومه، مقاومه رايح لطرف اوتبوت، يبقى المقاومتين دول توالي ولا توازي؟ ها؟ اه طول ما دي اهو جهد رايح لمقاومه ومقاومه تانية، هتقول لي طب المكثف توازي؟ هقول لك لا، السويتش ده مفتوح، يبقى المكثف ده مش توازي، كده مش توازي معاه، مفتوح، يبقى التيار هيمشي كده 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 للاوتبوت، يبقى هيمشي هنا اي واحد وهيمشي هنا نفسه اي واحد رايح للاوتبوت، يبقى المقاومتين دول توالي. هل الفي اوتبوت هيتاثر بان الاطراف دي شغاله، ان في هنا المقاومتين دول واصلين كده مع سورس؟ لا. ليه؟ لان اي واحد هيمر اي واحد هيروح تيار اي واحد للاوتبوت، يعني الاي اوتبوت طالع منه تيار هنا نتيجه دايره الانتجريتور اللي تحت، اضاف عليه تيار كمان من فوق سواء بالموجب والسالب، لكن مش هيغير في قيمه الجهد، هو هيغير في قيمه تيار الاوتبوت لكن مش هيغير في قيمه جهد مين؟ الاوتبوت. تمام؟ ليه؟ لان السويتش ده مش مقفول، لو مقفول يبقى فعلا كنت هاخد ان الفي اوتبوت هيتاثر مع قفله السويتش ده، لكن ده مش مقفول يبقى الفي اوتبوت هيبقى جهد المكثف بس. يلا كده، جهد المكثف بيساوي في اي ناقص في اوتبوت، لان اتجاه التيار كده. ركز في الحته دي، هنا التيار جاي من السورس للمقاومه وبعد كده هيطلع كده رايح للمكثف ويرجع للاوت. طيب لان التيارين عند الترن او بام تيرمينال بي زيروز، يبقى التيار اللي هنا هو نفس التيار اللي هنا، هنطبق كرش في قناه لو عموما. تمام، ركز معايا كده، يبقى اي ار بيساوي اي سي، فين اي ار اللي هو تيار المقاومه دي، فين الاي سي اللي هو التيار ده، بيساوي بعض. اه ليه؟ لان التيار الداخل اي ار، التيار الخارج زيرو زائد اي سي. يلا الاي ار عباره عن ايه؟ اه فرق الجهد اللي هو في انبوت ناقص في اي على قيمه المقاومه ار. طب تيار المكثف سي تفاضل جهده، ما تغلطش، تفاضل جهده في سي، في سي من فوق بيساوي ايه؟ عوض عنها في اي ناقص في اوت. طيب يا باشمهندس انت بتقول لي ان في بي بيساوي زيرو، يبقى الفي اي بيساوي زيرو لان انت شغال ايديال اوب ام، يبقى عوض عن في اي هنا بزيرو، تطلع مين؟ تطلع بالعلاقه دي. تمام، خلي بالك الانتجريتور انا شرحه بالتفصيل الممل وشرح اثباته في الفيديو بتاع الايديال انتجريتور، طلع العلاقه دي. هتروح تعمل ايه؟ هنروح وقتها نفصل، انا عايز الاوتبوت في طرف والانبوت في طرف، بس الاوتبوت يبقى في دي هنا، يبقى دي في اوتبوت اخليها في طرف والباقي كله هوديه الناحيه الثانيه. انا عايز اتخلص من التفاضل اللي هو الترم بتاع دي ده، اعمل ايه؟ اكمل الطرفين، اكمل الطرفين بالنسبه من 0 لتي او تي 1. خلي بالك من 0 لتي هو زمن التكامل، او ابقى اكتبه احيانا من 0 لتي 1، مش هتفرق معاك المين المسمى او الرمز. طيب هيكمل الطرفين ده ما فيهوش اي مشكله، نروح لده. تعال كده، انت هتكامل الواحد هنا في واحد، دي في اوت بالنسبه لدي في اوت، يبقى ده واحد يديك مين؟ يديك قيمته نفس المتغير اللي بعد الدي، زي بقول ايه؟ واحد دي اكس كاملها يطلع اكس، طب واحد دي واي كاملها يطلع واي، واحد دي زد تطلع زد، يلا كده، واحد دي حاجه وراها تطلع الحاجه دي، خلاص؟ اهي في اوت اوف تي، وحدود التكامل من 0 لواحد ونفس الترم من ناحيه اليمين، يلا كده نعوض بحدود التكامل، بيقول لك عوض في الداله دي مره بالنهايه ناقص لما تعوض بالبدايه بس عن تي. يبقى في اوت اوف تي ناقص في اوت اوف زيرو، هتشيل التي تعوض بزيرو وترمي اليمين زي ما هو. خلي بالك من السلايد اللي فات، انا لما كنت قافل السويتش ده حلو وفاتح ده، المكثف ده كان شاحن بقيمه انيشيال اسمها في اوت اوف زيرو، يبقى في اوت اوف زيرو هي قيمه الانيشيال اللي انا جايبها من السلايد اللي فات اللي هو في الحاله مين؟ الاولانيه، اللي هي بتقفل ده سيادتك وتفتح ده، هيبتدي المكثف ده يشحن قيمه ابتدائيه في الاول. يبقى هقول ان لو الفي اوت اوف زيرو بيساوي قيمه شحن المكثف الفي اي سي من السلايد اللي فات، السلايدات اللي فاتت، يبقى عوض هنا، هتروح توديها الترم الناحيه الثانيه تطلع المعادله بالشكل ده، يبقى التكامل نزل اهو زائد في اي سي، هيطلع الفي اوت اوف بتاعي، في مشكله؟ تمام، الفي اوت اوف اهو بيساوي قيمه الانيشال زائد التكامل ده، التكامل ده طبعا مضروب في اشاره سالب، فانت عامل ايه؟ الفي اوت اللي على المكثف ده اللي هو هنا هيبتدي يعمل تكامل للاشاره الجايه، ايه معنى تكامل؟ يعني تراكمي، يعني الاشاره هتبقى تراكميه، يعني انت شغال تكامل تكامل تكامل، بتجيب المساحه تحت المنحنى، المساحه تحت المنحنى شغاله بتزيد 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 لغايه ما توصل للماكسيمم. طب لو زادت على الماكسيمم يحصل لها ساتوريشن، يبقى الفي اوتبوت ده ليه حدود اللي هو ما يتخطاش قيمه السبلاي بتاعت مين؟ بتاعت الاوب ام. طب لو اتخطاها يحصل له ساتوريشن، يحصل له قط عندها. فانا وقتها لو انا عايز القيمه دي، انت بعد ما خلصت الفي اوتبوت كل شويه شغال الكامل في الانبوت، عايز اقرا قيمه الاوتبوت في اي لحظه، اعمل ايه؟ تعال نشوف بيعمل ايه. يبقى تاني، هو المكثف بيبتدي يشحن بالقيمه، يشحن يشحن بالفولت وهكذا. انا عايز اقرا قيمه الفولت اللي على المكثف ده، اقراه ازاي؟ عايز اثبته عشان اعرف اقراه، وده مهم طبعا في قياس الكاردياك اوتبوت. اعمل ايه يا هندسه؟
بيقول لك ان انا بفتح الاثنين سويتش، الاثنين سويتش دول افتحهم، ايه اللي بيحصل؟ يبقى الترم ده مفصول. هنا في من الاوتبوت مكثف للطرف السالب وادي الطرف الموجب. حلو قوي، ركز معايا كده. ادي المقاومه هيمر فيها هنا مين؟ خلي بالك التيارات هنا بزيروز، هيمر هنا تيار، هيمر تيار اسمه اي 1، هيعدي هنا اي 1 هيروح للاوتبوت. حلو قوي، تعالوا نشوف مع بعض جهد المكثف بيساوي ايه. جهد المكثف بيساوي في اي ناقص في اوتبوت، يبقى جهد المكثف بيساوي في اي ناقص في اوتبوت. الفي اي بكام من على الرسم؟ اه بتساوي في بي، يبقى تطلع بكام؟ تطلع بزيرو. عوض عن الفي اي بزيرو، يبقى الفي سي بيساوي سالب في اوتبوت. طب سالب في اوتبوت من فين؟ جايبها من السلايد اللي فات. مش قلنا انت ندخل انبوت هو شغال بكامل بكامل لغايه ما يوصل لقيمه معينه؟ انت عايز تطلع القيمه دي في اي لحظه زمنيه، افتح الاثنين سويتش يطلع لك المكثف وقتها كم شحن بكام. يبقى الفي سي بيساوي سالب في اوتبوت، او في اوتبوت بيساوي سالب في سي. وقتها اقدر اقول ان الفي اوتبوت يطلع بكونستانت. يا باشمهندس ازاي؟ تعالى هنا المقاومه دي هيمر فيها تيار، هيمر التيار هيروح للاوتبوت. حلو، ازاي يا باشمهندس هيمر التيار؟ التيار هيروح للاوتبوت، اه لان التيار هنا مش هيرجع، هنا مش هيخش في المكثف. لا مش هيخش، لان التيار هنا بزيرو. حلو، يبقى التيار هنا بزيرو. حلو، ركز معايا كده، مش دي نود ايه؟ دي ايه اهي. يبقى التيار اللي داخل بيساوي التيار الخارج، ركز معايا، التيار اللي داخل بيساوي الخارج. اللي داخل هنا بكام؟ بزيرو. يبقى كده هنا خارج بزيرو ورايح للمكثف زيرو. يبقى تاني عندي نود ايه؟ التيار اللي داخل بزيرو لان ده مفتوح، التيار اللي خارج من هنا بزيرو اللي على المكثف. يبقى التيار اللي بيمر في الدايره دي في المكثف، في المكثف فقط بزيرو، نتيجه ان التيار هنا بزيرو، اللي داخل بيساوي الخارج بيساوي زيرو. عارف ايه يعني مكثف فيه تيار بزيرو؟ معناها ان هو ولا بيشحن ولا بيفرغ. تاني، مكثف بيمر فيه تيار زيرو معناها ولا هو بيشحن ولا بيفرغ. امال معناها ايه؟ معناها ان لو انا جبت افو قست الجهد اللي على طرفيه يطلع لي قيمه الجهد بتاعته. يبقى تاني، يبقى هنا دي هيمر فيها تيار اي واحد، اي واحد رايح للاوتبوت ومش هيخش هنا. هتقول يا باشمهندس هتجزأ هنا وهنا، جزأ هنا وينزل هنا. اقول لك استنى، التيار ده بزيرو، يبقى التيار اللي هنا بزيرو، يبقى التيار المكثف بزيرو، يبقى لما يجي من هنا مفيش تيار يخش هنا، يخش يروح كله للاوتبوت. يبقى وقتها اقدر اقول طول ما المكثف بيمر فيه تيار زيرو، دي مش معناها الجهد اللي عليه زيرو، لا، ده معناها ان لو كان عليه جهد من قبل كده ومشحون بيه وانا رحت اقيسه يطلع قيمه الجهد ده. ولو طلع قيمه الجهد ده معناه ان انا مش بعمل ديستشارج ولا تشارجنج للمكثف، مجرد ان انا باخد منه قراءه. ده بيبقى اللحظه زمنيه معينه. يبقى تاني من السلايد اللي فات، انا خليت الاوتبوت اهو شغال بكامل في اي لحظه زمنيه، انا عايز اقيس قيمه الاوتبوت ده، مش شغال كامل، الانبوت بيتكامل في كل لحظه. طب انا عايز اقيس الاوتبوت عند اي لحظه زمنيه، اعمل ايه؟ لما افتح الاثنين سويتش هيكون الفي اوتبوت ده وصل لقيمه. طب ما الفي اوتبوت بيساوي ايه؟ ما قلنا ان الفي اوتبوت بيساوي، خلي بالك، الفي اوتبوت بيساوي سالب قيمه مين؟ شحن المكثف. يبقى سالب شحن، سالب قيمه فولت المكثف. يبقى وقتها لان التيار هنا بزيرو، فبالتالي انا فصلت المكثف عن الدايره اللي فوق، وبالتالي التيار بيمر فيه بزيرو، معناها ان وقفت شحنه، وقفت شحنه وبقيس قيمه الاوتبوت عليه. خلاص حضرات، يا ريت الحته دي تكون مفهوم. يبقى وقتها الفي اوت بيساوي كونستانت، ودي القيمه بناء على ان انت فتحت السويتش امتى، يديك قيمه الجهد. هنروح ندرس الفريكوانسي ريسبونس بتاع الدايره، بس في حاله ايه؟ في الحاله ان اس 1 كلوزد واس 2 اوبن. يعني انا هخلي اس 1 كلوزد واس 2 اوبن، يبقى ده شغال ايه؟ ها شغال انتجريتور. طول ما اس 1 كلوزد واس 2 اوبن، يبقى انت كده شغال يا حضرتك انتجريتور، انتجريتور فقط خلي بالك، وايديال كمان. يلا كده، لو انا عايز الفريكوانسي ريسبونس عندي بعمل ايه؟ بجيب حاجه اسمها في اوتبوت كابيتال على في انبوت كابيتال. خلي بالك انا شغال كابيتال هنا، انا في الفريكوانسي ريسبونس بحط بين قوسين، هناك كنت بقول تي وفي تي، لا هنا بشيل التي احط جي اوميجا، جي اوميجا بتعبر عن فريكوانسي عندي ريسبونس. لو انا شغال في الفريكوانسي ريسبونس بقول ان الفيدباك عندي، لان ده يعتبر انفرتنج امبليفاير، انفرتنج امبليفاير. هتقول لي يا باشمهندس ده في مكثف، هقول لك بيعتبره كامبيدنس عنده بزد، بيعتبره كامبيدنس كزد. يبقى عندي هنا كده ده المكثف هسميه زد اف اللي هو زد بتاعت الفيدباك، ودي عباره عن الزد انبوت. وخلي بالك هنا في سالب، يبقى سالب زد اف على زد انبوت دي الخاصه بالانفرتنج امبليفاير. تاني تقول يا باشمهندس ازاي انفرتنج امبليفاير وانت بتقول ده انتجريتور في مكثف؟ الانفرتنج امبليفاير لو في A في الفيدباك ما يهمنيش، في A في الانبوت مع سالب ما يهمنيش، ده اسمه دايما انفرتنج امبليفاير. تمام، بياخد هنا زد، يجيب زد المحصله اللي فوق وزد هنا، ويقسم الاثنين على بعض ويضربهم في سالب، ده اسمه انفرتنج امبليفاير. تمام، طب تعال كده نجيب الزد بتاعت الاف اللي هي بتساوي زد سي. زد سي انت عارفها عباره عن ايه؟ سالب جي اكس سي، سالب جي اكس سي، اكس سي عباره عن ايه؟ واحد على اوميجا سي. خلي بالك في سالب بره لو الجي في البسط، لو الجي في البسط، اما لو الجي في المقام يبقى زد سي بتساوي اكس سي على جي، ده الطريقه الثانيه. يبقى زد سي ليها قيمتين،
اما سالب جي اكس سي وجي في البسط، اكس سي اوميجا سي في المقام واحد على اوميجا سي، الاكس سي على جي هتشيل الاكس سي تحطها اوميجا سي. هتقول لي يا باشمهندس اللي فوق بتساوي اللي تحت، شايف المعادله دي؟ اضرب بسط مقاما في جي، اضرب في المقام في جي تطلع بسالب واحد، واضرب البسط في جي تطلع جي بايه؟ جي فوق وادي السالب، يبقى اضرب بسط مقام في جي تطلع لفوق، دي اكس سي، ما هي زد اف، يبقى زد اف بص كده واحد على جي اوميجا سي اهي، وادي السالب اللي بره، زد ام بده عباره عن ايه؟ ار بس، تمام اهي. اوعى تغلط تقول يا باشمهندس ده انت موصل السورس هنا وفي مقام وفي مقام راح الاوتبوت، هقول لك ولا ليها لازمه، هي بتغير في تيار الاوتبوت لكن ما تغيرش في الفي اوتبوت. تمام؟ اعمل ايه؟ يلا كده عوض، ده خلي بالك مقام البسط، مقام البسط ينزل في المقام هنا اهو. انا هشيل ار سي اسميها بتاو زي ما قايل لك، ار سي، فين الار سي دي؟ ادي السي ودي الار، ادي السي ودي الار، ده اسمه التايم كونستانت وقتها. اسميه بتاو، التاو عباره عن ار سي، الاوميجا عباره عن 2 باي اف، والاف هو الفريكونسي يعني. انا عايز الماجنيتيود، الماجنيتيود بتاع الدايره اسمه جي جو اوميجا اللي هو الاوتبوت على الانبوت، بجيب لها الماجنيتيود او المودلس عندي. تعال كده هناخد الجزء ده نجيب له المودلس اهو. عشان تجيب المودلس السالب طارت، عشان اجيب المودلس لاي كومبلكس اكس زائد جي واي، اكتب ورايا اكس زائد جي واي، عايز الماجنيتيود بتاع الكومبلكس اللي قلته لك ده اللي هو اكس زائد جي واي بيساوي جذر تربيعي الريال تربيعي زائد الماجنر تربيعي، الريال تربيعي زائد الماجنر تربيعي، هنا الريال تربيعي بكام؟ 1 زائد الماجنر تربيعي بكام؟ بزيرو. ربع الاثنين هات لهم الجذر، ها ربع الاثنين هات لهم الجذر يطلع بمين؟ يطلع عند البسط واحد. يلا جي تي اوميجا، يلا كده الريال بكام؟ زيرو، خلي بالك في ريال هنا بزيرو، زيرو تربيع زائد الماجر اللي هو تاو اوميجا، تاو اوميجا ربعه، تمام؟ يبقى تاو تربيع اوميجا تربيع تحت الجذر زائد زيرو، تحت الجذر زائد زيرو يطلع ايه؟ تاو اوميجا، تطلع تاو اوميجا، التاو اللي هي ايه؟ ار سي، الاوميجا 2 باي اف، شايف ده؟ هو ده الماجنتيود بتاع مين؟ السيستم. فبيقول لك من المعادله دي الماجنتيود ده بيعتمد على قيمه الاف وقيمه الار وقيمه السي. الماجنتيود بيعتمد على الاف والار والسي، لو الار زادت الماجنتيود يقل لان في المقام، لما الار اللي هنا تزيد يبقى الماجنتيود يقل. عارف ايه معنى الماجنتيود يقل؟ معنى ان الاوتبوت يطلع اقل من الانبوت. مش الماجنتيود ده معناه اوتبوت على انبوت؟ ارجع السلايد اللي فات اهو، اوتبوت على انبوت. لما الترم ده يقل معناها ايه؟ معناها بقى الاوتبوت اقل من الانبوت، معناها بقى البسط اقل من المقام، وده معنى الماجنتيود الاوتبوت بتقل، يعني الماجنتيود بتاع الاوتبوت بتقل عن الانبوت، تمام؟ ده في حاله ان المقامه زادت. طب لو السي زادت يبقى برضه الماجنتيود بيقل لان السي في المقام، يبقى لو زادت يبقى ده مين؟ يقل. طيب نروح للاف، لو الاف زادت ايه اللي يحصل؟ تقل برضه. طب انا لو عايز الماجنتيود بتساوي 1، عارف ايه معنى الماجنتيود بتساوي 1؟ يعني الفي اوتبوت بيساوي في انبوت، يعني الفي اوتبوت اللي هنا هتساوي الفي انبوت. اعملها ازاي؟ يبقى الترم ده يساوي 1، لما اخد الترم ده يساوي 1 معناها ان المقام هو اللي بيساوي 1. لو المقام ده بيساوي 1 يعني التاو اوميجا بتساوي 1، حلو، يعني الترم ده بيساوي 1، ما تغلطش، ده قانون من هنا. يبقى في دايره الانتجريتور اللي هي المكثف فيدباك ومقاومه مع الانبوت، لو انا عايز الاوتبوت بيساوي الانبوت دايما، خلي بالك كماجنتيود، بقول لك كماجنتيود وليست فيز، في فيز ما بينها، فبالتالي اني بقول 2 باي اف ار سي بيساوي 1، وقتها اختار قيمه الار والسي بناء على التردد، وبالتالي اضمن ان الاوتبوت بيساوي الانبوت دايما في الماجنتيود، لكن بينهم في الشيفت. روح لمثال، بيقول لي ان الاوتبوت بتاع البيزو الكتريك سنسور، بيزو الكتريك سنسور موضح في الرسم، بيقول لك ان هو هيتم ادخاله مباشره للنيجاتيف انبوت، للنيجاتيف انبوت بتاع الانتجريتور. الموضح في الرسم طبعا بيقول لك ايه؟ اعمل انلايز للدايره اللي قدامك دي، انلايز مين اوف ذيس تشارج امبليفاي، وطبعا اشرح او ناقش الادفانتجز بتاعته. تعال كده ناخد لمحه سريعه، ايه هو البيزو الكتريك سنسور؟ باختصار اللي موجود في الولاعه، انت مش عندك ولاعه بتعمل ايه؟ بتضغط بيطلع نار، تضغط على الولاعه يطلع نار، جت ازاي؟ في بيزو الكتريك سنسور صغير جوه، لما تضغط عليه يطلع شارج، يطلع فولت. الفولت العالي ده او التيار العالي ده مع وجود البنزين بيولع. تاني، يبقى البيزو الكتريك ده موجود شبيه جدا في الولاعه، انت بتضغط يبقى داخله ايه؟ سترين، ستريس، بتضغط خارجه يطلع ايه؟ يطلع تشارج او كرنت. هل ينفع اعمل عمليه عكسيه ادخله فولت يطلع لي ديفورميشن؟ يبقى تاني، يبقى ده بيعمل عمليه فيزيائيه معينه، ان انا لما اعمل ستريس عليه لما اضغط، هو خلي بالك اصلا السنسور ده عباره عن اثنين بليت، اثنين بليت كده كريستال، اثنين بليت، المسافه ما بينهم الانيشال هسميها اكس، دي قيمه انيشال هسميها اكس او اكس اوف زيرو، اكس اوف زيرو معناها قيمه انيشال. لما انت تضغط يبقى انت
بتقرب الاثنين بليت دول من بعض، فوقتها بتعمل ديفورميشن. خلي بالك ديفورميشن يعني ايه؟ اعاده تشكيل او تغيير. فبالتالي بيطلع مين؟ اتشارج هنا بين الطرفين دول. طبعا التشارج دي او التيار ده بدخله على امبليفاير اكبر. فالدائره المكافئه ده عباره عن ايه؟ انا قلت لك خارجه عباره عن ايه؟ عن تشارج خلاص او كرنت. فبالتالي التيار عباره عن كي تفاضل من المسافه. انت مش لما تضغط وبالتالي الاكس دي بتتغير او بتتغير مع الزمن، يبقى تفاضلها ده معناها تغييرها مع الزمن، اضربها في كي ثابت يطلع لي التيار بتاع السورس. تعال كده، مش اتنين بليت، يبقى ده بيكافئ مكثف. الكيبلز اللي هنا دي بتكافئ مكثف، لان المكثف دايما عباره عن اتنين بليت. طول ما اتنين كيبل مفصلين فوق بعض كده او مع بعض كطرفين داخل او خارج، يبقى ده يتعامل معامله مكثف. مش الامبليفاير برضو في طرفين هنا، يبقى في حاجه اسمها انبوت كاباسيتنس الخاصه بالامبليفاير. يبقى عندي كم مكثف؟ 1 2 3، الثلاثه هيبقوا توازي هنا في الدايره. بجيب لهم المحصله واحط مكانها مكثف واحد، يبقى المكثف الواحد ده بيساوي ايه؟ مجموع الثلاثه. تقول لي يا باشمهندس الثلاثه توازي، يبقى بيتعكسوا في المحصله يتجمعوا، لان المكثف عكس المقاومه. خلاص؟ طيب نروح للمقاومه. هنا في مقاومه خاصه بالسنسور، في مقاومه خاصه بالسنسور، والانبوت امبليفاير ليه المقاومه، والانبوت امبليفاير هنا ليه مقاومه. يبقى هروح ايه؟ هتبقى هنا مقاومه ومقاومه والاثنين توازي. يبقى انا اجيب اهو حاصل ضربهم على مجموعهم يدينا المقاومه ار. يبقى الار هي عباره عن مقاومه السنسور ومقاومه الانبوت امبيدنس الخاصه بالامبليفاير. اما المكثف عباره عن محصله الكاباسيتنس الخاصه بالسنسور، الكاباسيتنس الخاصه بالكيبل، والانبوت كاباسيتنس الخاصه بالامبليفاير. تمام؟ انا طبعا دي الدائره المختصره. يبقى مكثف واحد ومقاومه واحده، وده عباره عن كرنت سورس تيار ما تغلطش. وهنقول ان الاي اس ده عباره عن تفاضل الشحنه، مش قلنا ان الخارجه عباره عن شحنه؟ يبقى تفاضل الشحنه بالنسبه للزمن يبقى عباره عن كي تفاضل الازاحه، اللي هو التفاضل او التغير في الازاحه اللي هنا دي نتيجه ان انت عملت ستريس او سترين على السنسور ده. طبعا هيطلع مين هنا؟ هيطلع شحنه او تيار. اعمل ايه سيادتك؟ ادخلها على انتجريتور. خلاص؟ هيدخلها على انتجريتور بالشكل ده. يبقى ده السنسور اهو، ده السنسور اهو، او دي الدايره المكافئه للسنسور. هتخش على انتجريتور اللي هو مكثف في الفيدباك وخلاص كده، والطرف الموجب هو المتصل بالارض. يبقى ده بيتوصل بالطرف الاخير من السنسور. ده عباره عن البيزو الكتريك اهو سنسور، وهنا عباره عن كرنت سورس. الكي اللي هنا دي اللي هنا عباره عن كونستانت، وحدته ايه؟ مش ده وحدته ركز معايا كده، خلي بالك دي تي، دي تي طارت في الوحده، انا هساوي دي بدي، دي بدي. يبقى دي تي ودي تي واحد كوحدات طارت. يلا ها، الكيو عباره عن ايه؟ كولوم، والاكس متر. يبقى الكي بتساوي كيو على اكس، كيو على اكس يعني كولوم على متر، كولوم على متر. والاكس هو الديفليكشن، ديفليكشن اللي هو الانحراف او الديفورميشن للسنسور اللي قدامك ده. خلاص؟ يبقى ده الدخل عندي اهو، وادي المكثف كانتجريتور. اعمل ايه؟ هعمل تحليل للدايره دي. التيارات اللي داخله عند الاوبام تيرمينال بتساوي زيروس. طول ما هي بزيرو يبقى جهد A بيساوي جهد B. تاني يبقى زيروس يبقى جهد A بيساوي جهد B. لما يبقى مقاومه وعندي الجهد اللي فوق بيساوي الجهد اللي تحت، الطرف الجهد اللي فوق بيساوي طرف الجهد اللي تحت، يبقى في المقاومه دي هيمر فيها تيار؟ لا. طيب نفس النظام، جهد النقطه دي بيساوي جهد النقطه دي، يبقى المكثف هيمر فيه تيار؟ لا. يبقى التيار اللي هنا والتيار اللي هنا الداخل في المكثف او محصله المكثفات اللي موجوده في الدايره ومحصله المقاومات اللي موجوده في الدايره بزيروس. هل التيار اللي طالع من هنا هيحصل له دروب كده؟ يبقى التيار اللي طالع من هنا ده مش هيحصل له دروب. ليه؟ هو جاي هنا هيتجزأ، المفروض جزء هنا وجزء هنا وجزء هيروح للدايره. اللي جاي هنا بزيرو واللي جاي هنا بزيرو، يبقى التيار ده كله رايح للدايره هنا كله. طب نفترض ان دول الاثنين كيبل اللي انت بتوصلهم لمسافات طويله، هيبقى هيحصل دروب؟ لا. تمام؟ لان فرق الجهد بين النقطتين بزيرو، التيارات اللي هنا بزيروز، يبقى كده ما فيش فقد في التيار. طول ما اي اس الخاص بالمكثف والاي اس الخاص بالمقاومه اللي هم دول بيساوي زيرو، يبقى دي معناها ان انا ممكن استخدم لونج كيبلز، كابلات طويله جدا للربط بين السنسور والامبليفاير بتاعي. without changing، بدون تغيير السنسور سنسيتيفيتي، بدون تغيير السنسور سنسيتيفيتي عندي اور التايم كونستانت ولا التايم كونستانت. خلاص؟ كما في حاله الفولتج امبليفاير، كما في حاله الفولتج امبليفاير ان هو في مقاومه في الفيدباك وفي مقاومه الانبوت. يبقى ده بيشابه قوي للانفرتنج امبليفاير في من ناحيه المميزات دي، ان هو انا اقدر استخدم كيبل طويل جدا، وكمان ان بدون ان انا ما يحصل تغيير في السنسور سنسيتيفيتي ولا في التايم كونستانت. ليه؟ لان التيار هنا بزيرو زيرو، يبقى بالتالي سيادتك الكرنت سورس اللي هنا ده كان المفروض يتجزأ هنا وهنا وجزء راح للدايره. طب يبقى الجهد ده بيساوي ده، يبقى التيار بزيرو. جهد دي بيساوي جهد دي نتيجه خصائص الاوبام، يبقى بيساوي زيرو هنا. يبقى التيار ده ما فيش اي فقد منه في محصله المكثفات ولا محصله المقاومات،
يبقى التيار ده كله رايح للدايره هنا. هتقول لي طب الكيبل ده لو بقي طويل ولا يفرق معاك، لان هو نفس التيار ولا هيفرق معاك خلاص، وبالتالي دي تعتبر ميزه كبيره جدا هنا. يبقى ده اي اس في الدايره، يبقى الاي هنا الاي اس اللي طالع هي الاي اس هنا اللي ماشيه في البرانش ده. اعمل ايه؟ يلا كده جهد المكثف بيساوي ايه؟ انا هفرض تيار اسمه اي اس هنا، هتقول لي ازاي؟ اي اس هنا تيار داخل زيرو يبقى الجزء هنا اي اس. يلا جهد المكثف بيساوي في اي ناقص في اوتبوت، يبقى اعلى جهديه في اي ناقص في اوتبوت. بعد كده هنقول ان اي اس بيساوي اي سي، يبقى التيار اللي هنا بيساوي تيار المكثف، تيار المكثف اسمه اي اس او اي سي مش فيش مشكله. يلا الاي اس هنا من الانبوت بيساوي ايه؟ كي تفاضل الديفليكشن، كي تفاضل الديفليكشن عندي اللي هو ده بيساوي الاي سي بيساوي سي تفاضل جهد المكثف ما تغلطش. يلا هنعوض عن في سي من فوق من دي، هتطلع بايه؟ بكده. طب مش الفي اي بزيرو؟ يعوض يبقى الفي اي بزيرو هنا تبقى بالشكل ده. يلا ادي كي تفاضل الديفليكشن بيساوي هنا في سالب طلعت بره، يبقى عندي الدي في اوتبوت على الدي تي. هعمل ايه سيادتك؟ هفصل، يبقى عايز الدي في اوتبوت الطرف لوحدها. همسك العلاقه دي اكملها، يلا نكمل من زيرو لتي، تطلع بالشكل ده. ها هنعوض بحدود التكامل، خلي بالك هنا دي اكس ودي واحد. في حته مهمه هنا، هنا انا بقول دي اكس باي دي تي، هنا اقول دي في اوتبوت باي دي تي. دي معناها ايه؟ بفضل اكس بالنسبه لتي وبفضل الاوتبوت بالنسبه لتي. اروح انا شلت الدي تي مع الدي تي، تمام؟ يبقى كده دي العلاقه. وبعد كده تطلع العلاقه بالشكل كده، يلا عوض كده، يبقى واحد دي في اوتبوت تطلع في اوتبوت، وعوض بحدود تكامل من زيرو لتي. هنا الثابت نزل، الاكس دي اكس دي هتبقى اكس اوف تي اهي، عوض بحدود تكامل من زيرو لتي. هنعمل ايه دلوقتي؟ عوض بحدود تكامل مره بتي ومره بزيرو، يبقى في اوتبوت اوف زيرو ناقص في اوتبوت اوف زيرو، الثابت ده يطلع بره، عوض عن التي اللي هنا تبقى اكس اوف تي ناقص اكس اوف زيرو. اكس اوف زيرو دي قيمه انيشال، انت بتعمل ديفليكشن بالتالي بتضغط على السنسور، يبقى في قيمه جديده لاكس، يبقى دي اكس اوف زيرو دي القيمه الانيشال للسنسور قبل ما انا اضغط، الاكس اوف تي القيمه اللي خاصه بالديفليكشن بتاعت السنسور بعد ما انا ضغط. طبعا الفرق بين الاثنين هيطلع قيمه ثابته، يبقى اكس كابيتال خلاص. يبقى القيمه بين الاثنين دول هتطلع قيمه ثابته هسميها اكس كابيتال. طب الفي اوتبوت اوف زيرو هقول عليها بزيرو، ليه؟ طول ما انت مش ضاغط على السنسور مش هيطلع جهد تاني، يبقى انت مش ضاغط على السنسور كانيشال في الاول، مش ضاغط على السنسور هنا كانيشال اللي هو مين؟ البيزو الكتريك سنسور، فبالتالي الفي اوتبوت اوف زيرو بتطلع بزيرو. يلا في اوتبوت اوف تي هتطلع بسالب كي سي على قلنا فرق الاثنين دول كونستانت اسمه اكس، يبقى دي القيمه الانيشال هسميها اكس 1 كابيتال، دي اكس 2 كابيتال، اطرح من بعض يديك اكس كابيتال. ايه معنى الكلام ده؟ خلي بالك الكي ما زال وحدتها كولوم على متر، والاكس هي الديفليكشن. خلي بالك هنا السي وحدته فراد وده وحدته متر، يبقى كي عباره عن كولوم على متر، المتر هيطير مع الاكس يطلع كولوم، كولوم في البسط على فراد، كولوم على فراد او كيو على سي تطلع بالفي اوتبوت، يبقى العلاقه دي صحيحه مش غلط. خلي بالك بس مضروبه في سالب، رغم ان الدايره قدامك فيها مكثف في الفيدباك يعني ظاهريا معناها انتجريتور، لكن في الحقيقه ان الاوتبوت يتناسب طرديا مع الديفليكشن، الاوتبوت يتناسب طرديا وليس مع تكامل الديفليكشن. خلي بالك هنا في مكثف في الاوتبوت للانفرتنج انبوت، ده معناه انتجريتور وللاسف. بس المفروض يبقى بكامل هنا في تكامل، لا مفيش تكامل نتيجه الاناليسيز، وبالتالي الاوتبوت يتناسب طرديا مع الاكس. يبقى بيقول لي ان الفي اوتبوت از بروبورشنال تو اكس، تو اكس خلي بالك انا قلت اكس ناقص اكس زيرو اللي هي اكس مين هنا، تمام؟ even down to dc like the integrator، رغم ان الدايره شبيهه جدا بالانتجريتور. وبيقول لك ان التشارج امبليفاير الشحنه الخاصه بالامبليفاير دي بيقول لك slowly drift with time، ان الشحنه اللي بتبقى على المكثف دي هتقل مع الزمن، بيحصل لها shifting slowly drift، بيحصل لها انحراف. ليه؟ بيقول لك لان التيارات اللي هنا مش بتبقى زيرو زيرو في الحاله العمليه، بيبقى ليها قيمه خلاص، وبالتالي بسبب ان البايس كارنت ريكوايرد باي ذا اوب ام انبوت، لان في بايس كارنت محتاجه الاوب ام انبوت هنا عشان يشتغل. طيب ركز معايا كده، الدايره دي مش ده المكثف، هيبتدي اصلا ايه؟ الفي اوتبوت عباره عن ايه؟ عباره عن علاقه طرديه مع الاذاعه. حلو قوي، ما نتيجه الكلام ده بيدفع المكثف عندي في الساتوريشن، يبقى يعني الحاجات دي بتخلي المكثف يندفع ناحيه الساتوريشن كاوتبوت يعني. فبيقول لك ان انا بحط مقاومه في الفيدباك، بحط مقاومه في الفيدباك مقاومتها ار، المقاومه دي كبيره جدا عشان بريفنت ساتوريشن، بتخلي المكثف ما يوصلش لمرحله الساتوريشن، وبالتالي نتيجه ان المقاومه دي موجوده مع المكثف وفي كارنت سورس كانبوت، ده يشتغل كهاي باس فلتر. هتقول ازاي يا باشمهندس ده المفروض لو باس فلتر؟ يعني هتلف الفلترز اللي مشروحه تلقى لما يحط مكثف مع مقاومه في الفيدباك اقول لك ده اسمه لو باس فلتر. لا غلط. ليه؟ هقول لك لو سمحت اسال على الانبوت بتاع الدايره، الانبوت هو فولتج سورس ولا كارنت سورس؟ تاني بص كده الرسمه دي، ادي مكثف وادي مقاومه،
تمام، وادي مقاومه انبوت. يبقى الدايره اللي قدامك دي في مكثف فيدباك مع مقاومه، وفي مقاومه في الانبوت، وادي جهد. الدايره دي خلي بالك ده مفتوح، الدايره دي اللي قدامك شغاله لو باس فلتر، لو باس فلتر تمام يا حضرات. اللو باس فلتر ده عشان المكثف مع المقاومه في الفيدباك. هل دايما مكثف مع مقاومه في الفيدباك معناه لو باس فلتر؟ غلط. اسال على الانبوت، الانبوت هنا جهد، ولازم طول ما جهد يبقى معاه مقاومه. يبقى طول ما الانبوت جهد ومعاه مقاومه والاوتبوت عندي فيدباك على المكثف ومقاومه، يبقى ده اسمه لو باس فلتر، لو باس فلتر. الحاله الثانيه لو عندي هنا قفلت اس 1، يبقى عندي مكثف، مكثف هنا فقط ومقاومه مع الانبوت، ده اسمه انتجريتور. انتجريتور، الانتجريتور ده فيه مشاكل ان الباندويث بتاعته صغيره جدا، خلاص؟ فلما يحط مقاومه كمان معايا في الفيدباك كده هنا ويقفل ده، بس يفصل دي، يمسح دي، يمسح الانبوت والمقاومه، تبقى ادي المكثف وادي المقاومه وادي المقاومه مع الفولت سورس. ها من السؤال اللي فات تطلع لو باس فلتر، وده اللي هي باند ويدث احسن من الانتجريتور. بيقول ان في مكثف في مقاومه، لو الدخل مقاومه مع فولتج انبوت يبقى ده لو باس فلتر، لكن لو الدخل عندي كارنت سورس يبقى ده هاي باس فلتر. خلي بالك ده مثبت رياضيا من الاناليسيس. يبقى ده بيسبب ان الدايره قدامك بتشتغل كهاي باس فلتر، وست تايم كونستانت تاو بيساوي ار سي، ار سي يعني اضرب سي في ار اللي فوق، خلاص؟ طيب والار كبيره جدا، فكلمه كبيره جدا دي بتخلي التاو عندي كبيره جدا، وبالتالي كات اوف فريكونسي بتاع الدايره الخاصه بالهاي باس فلتر دي بيبقى 1 على 2 باي ار سي، 1 على 2 باي ار سي، وبالتالي هاز نو فريكونسي ريسبونس امبروفمنت اوفر ذا فولتج امبليفاير. سيبك من الجمله دي، ان هو بيقول لك ان الفريكونسي ريسبونس بتاعه مش هيتحسن الفولتج امبليفاير. المهم تعرف ان الكات اوف فريكونسي بتاعه 1 على 2 باي ار سي، وكومن كاباستور القيمه بتاعت المكثف اللي هنا بتبقى بين 10 بيكو فراد و1 مايكرو فراد. طبعا ده عشان عمليا تشتغل صح بختار قيمه المكثف بالرينج ده، والار تبقى كبيره جدا اقدر احسب الكات اوف فريكونسي الخاص بالهاي باس فلتر. كلمه هاي باس فلتر يعني بيعدي الاشارات ذات الترددات العاليه وبيحجب الاشارات ذات الترددات المنخفضه. طبعا البيزو الكتريك سنسور مشروح اهو في النقطه 2.6 في المرجع صفحه 78، اهو بيزو الكتريك سنسور بيستخدم في قياس الديسبليسمنت اللي هي الاساحه، وكمان في قياس من عمل ريكوردنج للهارت ساوند لتسجيل صوت القلب. هو طبعا بيطلع الكتريكال بوتنشال، بيطلع جهد كهربي لما اطبق عليه سترين، لما في سترين بيطبق عليه او قوه. لو احنا رحنا للرسم بصوا كده، ده السنسور اهو زي ما قلنا، انيشال في اتنين بليت وبينهم مسافه هسميها اكس او اكس زيرو. فانا لما بطبق سترين كده على السنسور ده زي الولاعه كده لما اضغط عليها بيعمل ايه؟ بيحصل تشوه هنا في دي فورميشن لمين؟ السنسور ده، بحيث ان الاتنين بليت هيقربوا من بعض، لما يقربوا يبقى الاكس دي اتغيرت، لما الاكس دي تتغير كده هيطلع لي هنا جهد متغير بين النقطتين دول، خلاص؟ يبقى الجهد ده يتناسب طرديا مع مين؟ مع الديفورميشن او الديفليكشن بتاع السنسور، اللي هو التشوه اللي حصل في السنسور نتيجه مين؟ الاسترين او الفورس. فبالتالي اصلا هنا بيقول لك ان الشحنه اللي طالعه من السنسور تتناسب طرديا مع الاف، الاف اللي هي مين؟ الفورس عندك، مضروبه في ثابت، ثابت التناسب. طيب هل ممكن اعمل عمليه عكسيه؟ خلي بالك انا لسه قايل لك ايه، انا بطبق عليه سترين او فورس بيطلع لي فولت زي ما انت بتعمل في الولاعه، بتضغط يطلع فولت عالي تولع النار بتاع مين؟ الولاعه. العمليه العكسيه ان انا ممكن اطبق عليه الكتريك بوتنشال جهد كهربي يطلع لي ديسبليسمنت او ديفورميشن اوف ذا ماتيريال. تاني يبقى العمليه العكسيه ان انا هطبق جهد، لما اجي افصل الدايره دي لو انا جيت كده الجهد ده غيرته هنا طبقت عليه جهد غيرته فبيحصل تشوه في السنسور، بيحصل ايه؟ ديفورميشن كخارج، بيديني كده الديسبليسمنت كخارج. يبقى تاني لما انا اطبق عليه جهد هيبقى الاوتبوت عندي ازاحه، لان الازاحه تتناسب مع الفولت مين؟ المطبق. خلاص يا حضرات؟ خلي بالك في الحاله الاولانيه لما انا كنت بطبق عندي سترين او فورس بيحصل تغير في الاكس بيدين تغير في الاوتبوت، انا عايز الاوتبوت ده اعمل ايه؟ اكبره، فانا بدخله على امبليفاير. تمام، ده الحاله الاولانيه، وطبعا الكلام ده مشروح بالتفصيل هنا. وزي ما قلنا ان ادي المقاومات اللي هي حطها اللي انا قلتها، ادي المقاومه الخاصه بالسنسور وادي المقاومه بتاعه الخاصه بمين؟ الانبوت بتاع الامبليفاير. الكاباستنس بتاعه السنسور لان 2 بليت، الكيبلز ديها الكيبل برده ليه مكثف اهو، والانبوت عندي بتاع الاوبام برده ليه كاباستنس اهي. الثلاث مكثفات دول بيبقوا توازي، توازي مع المكثفات يبقى اكن بعوض في القانون توالي،
خلي بالك من النقطة دي، حطها مكثف واحد. عندي المقاومتين دول توازي، بحطهم في مقاومة واحدة، والمقاومة دي عبارة عن محصلة المقاومتين لو حصل ضربهم على مجموع. وبكده ده كان فيديو النهاردة. ما تنسوش لو عندكم أسئلة أو استفسارات صبعا على أي التعليقات أسفل الفيديو. ما تنسوش اللايك والكومنت والشير، وشكرا جزيلا. Thank you.